انا عايز اسال حضرتك، الانفاق الحكومي ده هينعكس ازاي على الاسعار في 2024 وعلى وصول ده للناس؟ هي 2024 فيها حاجات كتير، معطيات كتيرة مرتبطة بالاقتصاد العالمي من جهة ومرتبطة بالاقتصاد المحلي من جهة. الدولة يخليني أقول إن الأمور الاقتصادية العالمية بقى في الشيء يعني تجاوب مع الأزمات، خلاص بقى كتير يعني الأسواق العالمية بتتجاوب مع ردود الافعال اللي يعني اللي هي الازمات المتتابعه. وشفنا يمكن انفراج في معدل التضخم، ابتدت الامور تقل، وشفنا ان الفدرالي الامريكي ابتدى يثبت سعر الفايده، ومتوقع في مارس القادم ان يتم تخفيض. فده بيقول ان هتبقى بامر الله طبعا دايما سعر الفايده مضاد للاستثمار. فطالما في تثبيت او في انخفاض سعر الفايده، اعتقد ان هتبقى في انفراجه في الاستثمارات. برضو من جهه اخرى، انضمام مصر للبريكس من بدايه هذا الشهر الحالي، اعتقد ان في برضه انفراجه اخرى لتخفيف الضغط على العمله الصعبه، لان ما يقرب من 26 مليار و400 مليون هي حجم التعاملات او الواردات المصريه للواردات من دول البريكس الاساسيه الخمس دول الاساسيين، ده هيتم التعامل فيه بالعملات المحليه، فده يعد برضه تخفيض على الضغط على العمله الصعبه. كل الجهود اللي بذلت والاستثمارات اللي ما زالت مصر قادره الى جذب التدفقات الاستثمارات الاجنبيه مباشره للداخل المصري، بيقول ان باذن الله في ايجابيات في اقتصاد 24. الازمات موجوده مستمره، بنعاني صحيح بالفعل، لكن ايجابيات اللي موجوده اكثر بكثير. فاعتقد ان شاء الله ان 24 ان شاء الله يكون في شيء من الايجابيه تغطي بكثير عن السلبيات اللي خلفتها 23.